كسر 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 انزل كسر كسر للاخير كسر كسر يا عم عشان اخد منها حاجه لازم نظبط الدنيا كسر كسر ننزل يا جميل في الساحة يا خسارة تعبك وشقاك يا ابو احمد يا خسارة تعبك يا شماتة ابلغازة انت اللي خربتها يا لهوي يا سيد ايه يا حبيبي يا لهوي لبست في المعجوق ايه يا حبيبي ايه رايك ايه الخرم اللي انت عامله من الجنب ده وعشان النقاش هنا يعني عامل بتاعنا ده بره اهو خارج اهو ما في عندك خرم تحت في الخرطوم من تحت شغال يا عم الخرم ده ما انت كده خلصت يا سيد طب عايزين ننور الشقه عشان جوه مضلمه ولا حبيب قلبي انزل حبيب قلبي يا ابو عدنان الدين الله امال لسه هيتلقط اللي فوق ده الله ايوه كده ايوه كده عايزك تدلعني كده وتظبطني حبيب قلبي حبيب قلبي عمرو يا رغاي ليك انت مصنعيتها حبايبي اشتغل انزلوا وانزل يا جميل في الساحه تعالوا بقى نشوف ايه بقى بصوا روقناها مع بعض قد ايه بصوا والله ما بعرف اطلع السلم من اللي هم عملوه الكفعه الجرى اللي قدامي بصوا بصوا يا جماعه شاهدكم ادي الجرى اللي قدامي بصوا مش عارفين نطلع السلم مش حد هنا مفيش حد مش عارفين نعدي انزل يا جميل في الساحة اقعد انت ايه مخفر لي في الارض خرطوم تحت صح؟ السلك تحت الله عليك هاتوا هاتوا مقلب مربوط شفت ما فكوش ازاي تعرف بس يا ايه ما تاخد قفلوا ماشي خلاص هنفك يا ايه يا استاذ عمرو يلا يا استاذ عمرو عمال بقالك ساعتين بترغي في التليفون بحب بتحب اكلك ديزل انت والحب اشتغل بحب يا اخويا في الزبائن استاذ عمرو كلم يا استاذ عمرو كسر يا ابو احمد كسر يلا يا عم ما تصوريش يا عم يلا يا عم مش شغال شهادة تاني طيب يلا يلا يا حبيبي وسع شهرك اشتغل يا بابا اشتغل يا سايق انت شغال ايه سباك بتسلك اشتغل يا حبيبي انزل يا جميل في الساحه انزل الله يا رب نخلص قلت لك سور البلكونه دي ودي ماشي يا عم ما انت هتدهن ازاي وتدي اسمنت دي معموله ايه دي خابور ده حديد يا عم ما مقفوله ايه مقفولة. يا حبيبي هزها بص لا طب هات واحد بتاع حديد طيب انا مش بتاع اسمنت يا بابا
اسمنت يا حبيبي. واللي فيها ده ايه؟ اسمنت يا بابا. واللي فيها ايه يا عم؟ اتكل راح اسمنت باسرك ده. ماشي. واللي فيها ده ايه برضو؟ ماشي، ده حاطط لك خابور حديد. يلا بس دي عايزه اسمنت. ما اشتغل ماكش دعوه. عايزه اسمنت ماكش دعوه. اشتغل. عايزه اسمنت يا عم. يا عم تعبان. عايزه اسمنت يا جدعان. اللي هناك عايزه اسمنت يا عم. مش عامل لها اسمنت. لا دي حته اسمنت يا عم. هتحددها عشان بص، ما انا عملت دي وبرده بتروح وبتيجي. لا ما شفتكش انت بتعمل لها. انت لازم تشوفني وانت بتطلع هنا اصلا. اه اعمل اللي هناك. حاضر اعمل لك اللي هناك. لا وانت جيت انت جيت في فرشه، جيت في حته اسال. انت نزلت عملت خرم تاني في الجبس يا سيد؟ وبعدين يا سيد في يا عم عمرو؟ معرفش. في يا سيد؟ النقاش موجود. ايه؟ النقاش موجود. يعني ايه النقاش موجود؟ النقاش هيعملها. رد على المكالمة. النقاش هنا؟ النقاش ده الساحر ها؟ هو ده بيطلع علامة بالطاقية وبيعمل كده. عايز تخش الحمام تاخد النقاش معاك. ماشي. هنركب جنش في السقف يا جدعان. النقاش موجود. النقاش ملوش بلد أساسا. قول لي يا عمرو كده الحساب كام؟ بجد كده؟ قول لي بس. انت هتزود حاجه تاني؟ لا مش هتعمل بانر صح؟ لا انت قلت لي اعمل لك فيه حاجه بقى. هنسيب الاسود. قلت لي انا هفنن لك فيه. هتشتغل فيه. قول لي بس الحساب كده كام كله؟ كده كام؟ انا هو كده يبقى فاضل 6. ايه يا عم؟ تليفون وقع يا عم. ما سمع السعر يا عم. تليفون طار. امال ايه اللي هيحصل بعد ما التليفون يقع؟ لا بره. ده عشان ابن عمتك يعني؟ اه ده انت لو ابن عمتي. اه طب انا اجي احاسبك في البلد. تعالى يا ابن الكلام ده. انت اصلا ما بتروحش البلد. انت مش قاعدين في البلد اساسا. يلا يا عمرو اشتغل بقى يا عم. اشتغل يا عمرو بقى. بطل رغي يا عم. اشتغل يا عمرو بقى يا عم. يا عم اتنين بضاعه بس. عندك كل حاجه. ما تجيبناش بضاعه يا جدعان والله. امال بتدهن بايه؟ بميه؟ انا اللي بشتري البضاعه على حسابي. يا هو وماله؟ ولا يا عم لما تحب تعاقب الزبون تعمل ايه؟ عاقب الزبون؟ اه مش هقول عشان الناس ما تخافش منه. اه الزبون بقى. الزبون بقى احنا مش زباين. 2 كيلو بس ده هي علبه اسود ب 5 جنيه. لا 2 كيلو اسود. وامشي اصغر في الشقه. يا سلام. محمد هتزغرب اللي اكتر من كل ده. نجيب مسمار وندور عليه على الحيطه كلها. مسمار ليه؟ سهل شويه معجون وهيتحل. انا مش فاكر اسمه دوره تاريخ. لما انت تدور الشقه كلها هتشركها بقى. يلا ان شاء الله يجيبوها بقى. شرك شرك. اشتغل يا حبيبي يا عم. اشتغل يا ماما. ما تسيبش حراميه. اشتغل يا بابا. يلا انا هقفل الفيديو ده. اقول لكم سلام عليكم عشان عمري ننا في الفلنه. يلا يا سيد. ايه يا سيد؟ جبت العيد ولا ايه؟ سيد جبت العيد؟ اه خلصت. يلا يا حبيبي.